لسه مكملين معاكم حلقتنا في الصالون، ودلوقتي بقى فقره لكل حد، مش بنات وستات بس، كل حد بيهتم بالديكور والتغيير في البيت والاشكال الحلوه والجديده والمختلفه. فاحنا النهارده معانا فقره كمان حلوه قوي مشرفانا فيها مصممه الاساس نجله فتحي. ازيك يا نجله؟ الحمد لله. عامله ايه؟ بخير. وطبعا احنا معانا حاجات يعني احنا شايفينها بعينينا بقى، مش هقول بقى انا مش هفضل اقول حاجات حلوه وحاجات مختلفه، احنا الحاجات هي موجوده قدامنا بجد حلوه قوي. شغلك حلو جدا. تسلمي يا ربنا. عامله ايه؟ كده حاجه بسيطه كده، ما عرفتش اجيب بقى، انت عارفه. احنا ما هو بقيه الحاجات هنشوفها في الصور. ايوه اكيد يعني بقيه الحاجات هنتفرج عليها في الصور، بس دي ايه حاجات كده يعني يا جماعه بنوريكم بس العينات بسيطه كده والباقي كله هنشوفه النهارده. انت منورانا. ربنا يخليك. يعني الاول قولي لي، انت بقالك قد ايه في مجال التصميم الاساس؟ إيه حاليا شغل ان انا كان يعني ان انا نزلت انا 4 سنين. اوكي. انت اصلا يعني دراستك ايه؟ شغلك اساسا قبل كده؟ والله كان انا دراستي كانت بعيده خالص، يعني دراستي بعيده عن المجال ده، يعني خريجه تربيه، بس انا كنت حابه الشغل، يعني حابه الشغل وحابه المجال نفسه والديزاين ودايما كنت قاعده اقول ان المجال بتاع الفرنتشر والفرش ده ان هو حاجات سيدات قوي. يعني بحس ان هو ذوق حريمي اكتر، يعني عارفه اللي هو اوريدي احنا عندنا اصلا في دمياط كل المعارض اصحابها رجاله، يعني شغل شغله ذكوريه عندنا، بس دايما كنت قاعده اقول لا، يعني النوتس محتاجه، يعني محتاجه سيدات هي، يعني فاهم الالوان دي حاجاتنا احنا، يعني بالظبط. يعني هي يعني مش هنقول ان هي ذكوريه او 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 يعني او انثويه، هو بس الفكره جديده علينا، يعني كون ان انا دخلت في المجال نفسه دي حاجه جديده. ما هي حاجة بقى دي غريبة الفكره. يعني انت ما خفتيش؟ طيب يعني ما قلقتيش كده ان الموضوع حاجه مختلفه؟ هو انا ما جيتش خدت يعني ما خدتش الفكره القرار كده من الاول، يعني عارفه لو قعدت ادخل كده ايه سنه سنه كده لحد لما اللي هو تثبتي نفسك. أيوة. يعني لكن لو جيت ان انا في الاول كده يعني ادخل كده على طول، ما لا يعني. طب الموضوع كان في الاول بقى كده بالنسبه لك شايفاه كان سهل، ولا انت كنت حابه الموضوع؟ انا كنت بس فكره ان انت تدخلي بقى، لقيتي الموضوع سهل ولا صعب عليكي؟ في مثلا معوقات حصلت في الاول، صعوبات واجهتيها؟ بصي، هي الصعوبات بتبقى في الاول وفي الاخر، يعني لحد دلوقتي هي يعني الشغل نفسها والكارير نفسه في مشاكل، مش سهل. وفي بقى اصل اي حاجه بتتعامل فيها مع عمال فبتبقى فيها مشاكل كتير، يعني عارفه اللي هو انت محتاجه تبقي بمليون راجل بمعنى الكلمه، يعني انت فاهمه، فاللي هو في مشاكل هي من البدايه وبتبقى لسه مستمره معاكي، يعني لكن البدايه اصلا يعني ان انت بس دخلتي فخلاص، يعني تمام بقى اللي هو انطلقي بقى، خلاص يعني هتكملي بقى، هي المهم الدخله بس الاولانيه. الدخله خلاص، دخلتي هتكملي الدخله الاولانيه كده كده تمام يعني. بالظبط. طيب قولي لي، احنا بما ان انت طبعا موجوده معانا فلازم استغل وجودك، قولي لي ايه الجديد بقى؟ بصي، هو الجديد المودرن يعني مكتسح الدنيا بطريقه فظيعه، يعني عارفه كل الناس دلوقتي بتحب الحاجه البسيطه وبقى بسيط قوي والواناته حلوه، يعني عارفه الالوانات اللي هي نازله بقى بتاعه ال 2020 دي اللي هو الزيتي الجراي، الالوان اللي هي الوان البيستل، الوان تحس ان هي يعني متناقضه عن بعضها شويه، بس بتبقى مع المودرن وفي الدمج الالوان دي بتبقى لا حلوه جدا. طب انا لو في بيتي، يعني انا في بيتي مثلا، لو هل مثلا المساحه بتفرق؟ يعني طبعاً. لو مساحه البيت صغيره، لو مساحه البيت كبيره، بتلاقي المساحه الكبيره بتديكي يعني ان انت تقدري تلعبي فيها براحتك وتختاري الحاجات فعلا، بس المساحه الصغيره بقى يعني بتتصرفي مع المساحات الصغيره ازاي؟ بصي، هي المساحه الصغيره لازم اتصرف معاها بالمقاسات، لازم كل حاجه، يعني انا مثلا لما اجي لي كلاينت ولا حد عايز شغل، لا انت قولي المساحه عندك ايه واحنا نظبط الاوردر ونظبط كل حاجه انت عايزها بالمساحه. ما ينفعش تجي لي كده وتقولي انا عايز الاوضه دي وعايز الانتري، طب عايز الصالون، لا طب ما هي ممكن مساحتك. أيوة. يعني هو هيبقى عندي اوريدي في المعرض كويس، بس انت لما هتوظفه عندك الموضوع هيبوظ، يعني يا اما هيبقى واسع قوي فمش ظاهر فالجمال بتاعه هيروح، يا اما هيبقى ضيق قوي وهنكدسه بقى وعارفه يعني دايما بحس ان العين لازم ترتاح. صح صح، يعني لازم العين تبقى مرتاحه، تحسيش في زحمه كده في المكان. بالظبط، يعني اللي هو ما تزحمش وما تحطش كل حاجه في كل كورنر غير هيكون تستخدمها وليها المكان بتاعها، يعني حاجه المناسبه. طيب انا يعني ايه، هنكمل كلامنا بس انا عايزاكي تشرحي لي، يعني الترابيزه اللي عندي دي تحفه تجنن بجد والله. دي حلوه قوي. الترابيزه دي نازله يعني حاجات لسه ماده لسه مستخدمينها جديده اسمها الايبوكسي. الايبوكسي ده يعني هي دي قشره هي عليها قشره من فوق الترابيزه وعليها ماده كده سايله بتطبق عليها وتاخد بقى وش بوليش على الدهان والكلام ده، فدي لسه نازله جديده، نازله بقى بالوانات يعني صريحه جدا، الجولد السيلفر الاكوا مع الازرقات،
يعني الواناتها حلوه وبتشد العين. قولي لي، انا برضو يمكن عشان يعني مش متخصصه ومش خبيره أو قوي في اوكي الموضوع، بس يعني هي لونها مش كده اصلا؟ يعني ده الخشب مش لونه كده؟ الاسود لا ده لا اتعمل لا لا، ازاي في الخشب؟ الاسود ده بيبقى دهان، ماده بتتعمل وبتحط فيها شرايح ذهب، شرايح ذهب، ودي قشره وبتحط فيها بقى بوليش، عارفه يعني ده مواويل شغل كتير. عادي جدا ده. يعني طيب وفي تنظيفها مثلا، عشان شايفه برضو الحاجات دي الواحد بيبقى لا لا، تنظيفها ولا اي حاجه، اكنها رخامه او اكنها زجاج عادي، ما لان فيهوش هي اي في مشكله. الطبقه الاخيره دي يعني بتبقى ملسه خالص، ويعني بتحافظ يعني في طبقه حفاظ عليها يعني. طب ودي بقى دي بصي، تحفه هي دي بقى. زي شغل الاستانلس، هو بيبقى حديد او نحاس مطلي، سيلفر، جولد، جراي، على حسب بقى ما انت بتحبي. في منها ستانلس، بنعملها ستانلس بيور، بس تبقى بقى الاسعار ضعف. يعني الناس الايام دي حابه الستانلس، شغل الستانلس جدا، بس تيجي مثلا تقولي مثلا تيبل زي دي تلاقي سعرها معدي. طب لك طبعا عايزه نفس الديزاين بس على يعني على يعني على ماتيريال تكون اقل طبعا. والسعر اقل، فلجأنا ان احنا نعمل حاجه وسط، يعني عارفه اللي هي في يعني الوسط. بينفع تعملي ده ممكن يعني الحاجه الديزاين نفسه بس طبعا انت في بتكلفه ديزاين اقل ممكن مثلا. تعمليه مثلا بكوست 1000، تعملي نفس الديزاين بكوست 10000. يعني انت بتبقى متفق على نوع الخشب ايه، فارق معاك الدهان بتاعه هيكون ايه، الفينش، يعني عارفه اللي هو الايام دي السوشيال ميديا والبرامج سهلت على الناس كتير الاذواق. يعني احنا كنا زمان ما نشوفش الاذواق غير في المعارض مثلا صح. او في كتالوجات، كنا زمان نشتغل بالكتالوج، يبقى عندك الكتالوج ايوه نقعد صح. نستنى الكتالوج ينزل عشان لما الكلاينت يجي يعني يختار يختار من ومش عارف الكتالوج. ايه وكده. مظبوط. دلوقتي لا، بقى في برامج اوريدي متخصصه في الفرنتشر والتصميم والكلام ده، يجي لك الكلاينت بالصور، هو انا جاي عايز كوبي بالتصميم بيست، انت اصلا. اعملي لي كوبي بيست من اللي موجود ده، فطلع يعني هو عايزه وخلاص، هو سهلت جاي السوشيال مقرر ميديا يعني. برضو. طب انتي اخبار السوشيال ميديا معاكي في شغلك ايه؟ لا تمام جدا. يعني انا بدات بالسوشيال ميديا، يعني انا اول يعني اول ستيب بدات ونزلت فيها شغل، هو انا كنت كده عايزه اشتغل، طب هنزل، لا مش هيرضوا، طب هعمل، طب مش عارف ايه، قمت عامله بيدج واشتغلت، كنت شغاله بين باجز بس. اوكي. فدخلت، كان هو بقى عارفه حاجه بسيطه كده، وقلت وجديد. البين باجز كان لسه بقى لسه ما انتشرش ايوه الانتشار بتاع الايام دي، فعملت مبيعات فيه مبيعات حلوه جدا، ما شاء يعني اللي الله. هو في البين باجز اول ما نزلت، وكنت بقى لسه اللي هو معروفه بس ان انا بعمل بين باجز، فلا يعني نفعتني بصراحه. يعني لا طب لا يا جماعه نفعتني. طبعا البيج بتاعت نجله كمان موجوده، هتلاقوها على الشاشه بقى، اوكي والارقام بتاعت التواصل كل حاجه. يعني ان شاء اي الله. عايزين تتواصلوا مع نجله هتلاقوا كل الحاجات موجوده. هي ما شاء الله مسهله الموضوع جدا، الحمد تليفونات وبيج لله فيسبوك وانستجرام، يعني مظبطه الدنيا الحمد كلها. لله. احنا كمان معانا صور اوكي لبقيه الشغل بقى، عشان طبعا نجله ما قدرتش تجيب لنا كل الشغل الحقيقه يا ايوه جماعه. فاحنا عندنا صور هنشوفها على الشاشه كمان، وعايزاكي كده ايه والصور شغاله. ده طبعا التواصل بتاع نجله. يعني عايزاكي بقى والصور شغاله كده تقولي لي دلوقتي بصي، دي الكوشنز دي. ركن، يعني دي ركنه، ودي حاجات الوسرية بتبقى زي كنب كده فرداني، وبتبقى حاجات يعني تحط مثلا في اوضه نوم مثلا زي دي عشان شازلونج المساحات كده. الصغيره صح؟ شازلونج. حلوه قوي. المراجيح دي بقى موضه دي جدا دلوقتي. الايام طبعا دي جدا. كلنا عايزين نتمرجح الحياه دلوقتي. لا المراجيح دي بصي، وعايزه اقول لك بتعمل راحه واسترخاء بطريقه يعني مش قادره اقول لك، هي يعني جميله لا لا بصراحه. مريحه بصراحه. ده كرسي صح؟ ده كرسي فوري، كان حد طالبه الديزاين ده، بس طلع بصراحه كان جايب صوره من برنامج، والحمد لله طلعت احسن من ما الصوره شاء اللي هو الله. كان يعني عاوزها يعني. ده تحفه بقى. انا الكرسي ده عاجبني جدا انت عاجبك مليون جدا. كده. يعني يجنن، الوانه بصي تحفه وفكرته الالوان دي، حلوه. بس الحاجات دي تبقى فانتازيا قوي، فبتبقى عايزه كورنر بس كده يعني، طبعا. فاهمه يعني مش حاجه كامله لا يعني. يجنن. دي اللي دي بقول لك شبه عليها الترابيزه. البوكسي، هو بيبقى طقم ثلاثات. واللون التاني ده حلو جدا كمان برضه، ما انا بقول لك مختلف اللون ده برضه حلو جدا، مختلف جدا. الحاجات دي بقى بصي انا ضعيفه جدا قدامها يعني، مش طبعا قادره. كلنا، مش انت لوحدك كلنا. يعني يعني مش كلنا قادره بصراحه. اقول لك بتبقى حلوه يعني قوي قوي. لا والالوان كمان رقيقه جدا، يعني وبتبقى مزج الالوان مريحه مع يعني. بعضها ده شيء عظيم جدا. بجد. دي نفس الترابيزه اللي موجوده معانا صح. بصي، هو لا غنى في اي بيت عن طقم اللي هو اللي بنسميه التلاتات ده، يعني بصي بيبقى طقم عملي جدا جدا يعني، حلوه قوي. وبعدين بيبقى خفيف في وما التنقل بياخدش وكده. مساحه، انت تحطيه في اي حته ايوه هيبقى بالظبط بالنسبه لك كده. لطيف. والترابيزه دي بقى مش قادره اقول لك بقى عمليه بطريقه اللي هي بتبقى الاسنان المتداخله،
اوكي ترابيزه سفره متداخله كده في بعضها، فلا مطلوبه برضو الايام دي. بصي في حاجات كده تطلع تلاقيها ترند وتلاقي الناس كلها بقى طلبتها، يعني مثلا يشوف مثلا المرجيحه دي لما تنزل تلاقي الكل هو عايز المرجيحه. ايوه صح، دي طالعه موضه فعلا. الترابيزه تنزل تلاقي الكل محتاج الحاجات الاستغلال المساحات. انت الكوشنز دي والحاجات اللي بتطبع عليها انت بتعمليها برضو؟ انا اللي بعملها. حلوه جدا. حاجات الفرو بقى عارفه، في ساعات تجي لك عميله تقول لك انا محتاجه اسم معين، محتاجه يعني اشاره معينه، حاجه في دماغها، لوجو معين، جمله عارفه، فاللي هو بتطبعي. دي حلوه قوي. الالوان بتاعتها بصي كل حاجه مختلفه، يعني كل كوجي مختلف عن الثانيه خالص يعني. وبتهيألي بتفرق في الشكل، يعني هي فرق جدا في شكل الكنبه. باللعبه في الالوان بتاعتها، باللعبه في الالوان بس. يعني عارفه تحسي ان الاساس ساده جدا واللعب بقى في الحاجات دي. صح. دي جلد صح؟ ده طقم مكتبي حلو قوي. الشركات بقى والمكاتب والحاجات دي بيحتاجوا له تقوم، دي بتبقى مريحه جدا. دي بصي هايله. يعني فكرتها تحفه بصراحه. بتاعت زمان عارفه، حاجه التسعينات. أيوة كده يعني، عارفه ترجعك. لا بس جميله. طب انت جات لك ازاي فكرتها ولا حد؟ والله انا شفتها بصراحه. يعني انا في افكار بشوفها وانفذها، يعني عارفه اللي هو تلاقي فكره كده من مواقع بقى، بتبقى مواقع اجنبيه. ايوه صح. اللي هو تلاقي بقى فكره كده جات لك تقومي منفذاها. يعني دي برضو متداخله صح؟ دي متداخله. انا بتهيألي دول بيبقوا حلوين للمساحات، البيوت اللي مساحتها مش كبيره، يعني انا عايزه بالزبط. حاجه عمليه وفي نفس الوقت ما تاخدش مساحه. بالظبط. حلوه قوي بجد. ودي تربيزه سفره كامله، يعني عارفه تربيزه سفره عيله 6 افراد. يعني لا استخداماتها حلوه جدا ومفيش مساحه لا يعني حلو. وبعدين جداً. الايام دي البيوت الايام دي كلها بقت صغيره، يعني المساحات مش كبيره. ده حقيقي. الحاجات الشباب والناس بقت الحاجات المساحات مش الكبيره القوي. فانت محتاجه تعملي حاجه على قد ما انت حابه. يعني صح صح. يعني ما هي كل واحد بقى، يعني انا بقول لك هي الفكره فعلا انه انا مساحه البيت عندي هي اللي بتتحكم بالزبط. في الحاجه. بس اوقات ببقى عايزه حاجه برضو على الموضه وعايزه حاجه شكلها حلو. ايوه بس ما احبش كده ابدا. معلش عشان انا بالنسبه للكوره دي بالنسبه لي حلوه قوي. ايوه يعني انا من مشجعي الكوره جدا. ففكرتها برضو حلوه جدا. حلوه جدا. وبعدين بنعملها بقى بالاسماء، يعني مثلا يجي حد يقول لي مثلا انا خطيبي بيحب ليفربول وهو اسمه مثلا محمد، فاعملها ليفربول ومحمد، فتحس ان هي هديه بقى باسمك. يعني دي تحفه. دي بتبقى طبعا الحاجات اللي هي مخصوص دي كمان فعلا حلوه. دي بتتفتح سرير ولا دي عشان تحط؟ بتتفتح سرير وبيتعان فيها حاجات تخزين، يعني كمكان كده ستورج كده بتبقى حلوه جدا. طبعا طبعا. انا عايزه اعرف بس انت تقريبا الحاجات دي بتاخد منك وقت قد ايه؟ يعني بتقعدي في التصميم الواحد مثلا ممكن وقت قد ايه؟ او ايه اكتر حاجه بتاخد وقت؟ التصنيع اصلا يعني اكتر حاجه شهر. يعني شهر لو انت بتيجي بتحدد معايا وتنعمل كونفيرم، فشهر ده اللي هو مثلا لو اوضه نوم كامله. يعني شهر. ممكن تبقى اقل بقى من كده لو انتري صالون. الكراسي اللي هي الخفيفه من اقول ده من اسبوع لاسبوعين، يعني ماكسيموم اسبوعين يعني في التصنيع. طب ايه اكتر حاجه بتاخد وقت؟ يعني اكتر حاجه بتبقي محتاجه ان انت تاخدي فيها غرف النوم. عشان قطعها كتير وقطعها كتير. وبعدين لما يجي حد طالب اوردر بالمقاسات، فاوريدي مش هعمل انا على الاستامب اللي عندي، انا هعمل بمقاساتك انت، فيبقى في دواخل وخوارج ومقاسات ورفع مقاسات، فهي اللي بتاخد وقت يعني. طيب وايه اكتر الحاجات اللي بتطلب بقى؟ يعني الناس دايما يجوا لك عايزين دي. والله هي كل حاجه بتطلب، لان انت لما بيجي لك حد داخل على جواز، فهو محتاج كل حاجه، ومحتاج من الاي تو زي كل حاجه محتاجها. يعني محتاج ان هو عايز سفره، عايز اوض نوم، عايز انتري، اللي هو بيبقى محتاج. الا لو حد مثلا يعني اوريدي مثلا عنده بيت وجاي بيجدد، تلاقي دايما السفر. يعني دايما يقول لك طب احنا عايزين نجيب سفره. ايوه يعني السفره بلاك اكتر. بس ان السفره دي اكتر حاجه الناس. أيوة يعني ايوه. لا ودلوقتي كمان زي ما بنقول ان في حاجات جديده ظهرت، زي مثلا البين باجز ما كانتش موجوده زمان. فعلا. بس انت بقى كمان عملتي حاجه مختلفه في البين باجز، يعني اول مره اشوف بين باجز فرو. ده فرو. ايه بقى؟ بصي انا عملتها، يعني انا دايما كنت شايفاها كله كان نازل ووتر بروف. أيوة. وحاجات جلد وحاجات اللي هي العادي، فعملتها العادي. بس الحاجات دي بقى في الشتاء يعني مش قادره اقول لك، لما تقعدي بقى على بين باجز كده في الشتاء ومعاكي بقى كفر ولا أيوة أيوة. ولا اي حاجه بتبقى مريحه يعني. في ايدك بقى وخلاص. أيوة. يعني مش عايزه اقوم من عليه. أيوة. انا نايم بقى فعلا هنا. والله يعني بتبقي قاعده كده، انا اخده الوضع البوزيشن بتاعي، سيبوني بس كده مع نفسي. يعني من غير ما نقول سعره قد ايه، بس تكلفته بتبقى زي البين باجز الووتر بروف؟ لا بتبقى ازيد. الماتيريال لما يعني بتختلف بتزيد.
ساعات بقى بنعملها في حد يبقى عايز برضو حاجات فرو كده، بس الفرو مثلا غالي، فنعملها بماتيريال اسمها شعر، يعني بتبقى حاجه تانية يعني، فاللي هو ما بين بنلعب ما بين الجلد وما بين الفرو، يعني حاجه تبقى برضو كويسه. بس بتدي نفس الشكل ولا بيبقى شكلها نفس مختلف؟ نفس الشكل، لا نفس الشكل بس ماتيريال تانية، بس انت تشوفيها تقولي ان هو شعر مش فرو يعني، فاهماني؟ تبقى باينه. بس حلو قوي. طب وده عليه طلب يعني؟ الناس بقى عجبها ولا جدا؟ لا لا، عليه طلب في البنات وفي الشتاء، يعني عارفه الهاي سيزون بقى بتاعه، احنا بادئين بقى يعني. ايوه اللي هو حاجة. طب يعني بما اننا جبنا سيره البنات والولاد، وانت بتتعاملي مع دول ومع دول، أيوة. مين ذوق احلى؟ بصي، هو اللي ذوق احلى بحس البنات تفاصيلها. اصل انت التفاصيل لما تلاقي حد مهتم بالتفاصيل قوي وعايزه اللون ما اعرفش يعمل ماتشنج مع لون ايه والكلام ده، فاوريدي هتقولي ان البنات هي بتركز في تفاصيل يعني بس متعبين اكتر يعني. انا احب شفتوا يا جماعه يعني سوري والله غصب عني، معلش هي بتركز في التفاصيل برضو جدا، هي ادق حاجه بتبقى شايفاها وادق يعني حاجه مثلا عايزة لما تطلع. لما يجي لي مثلا اوردر من راجل او ولد، او جايب حاجه لبيته او لمراته او وات ايفر لاي حد، هو بيطلب الاوردر في 10 دقائق يعني. هو دخل ده عجبني، طب تفاصيله دايمنشن مش عارف ايه، خلاص الموضوع خلص. لكن لا يعني البنت تلاقي بقى المواضيع بتزيد، او تفاصيل بقى واهتمامات، انت عارفه ما بقولك يعني. بالظبط، انت انا شايفه يعني لو في شعرايه زياده فانا شايفاها ومش عايزاها موجوده يعني. لا يعني ما انا عايزه الحاجه تطلع نفس الشكل اللي انا قررته بالظبط. لا فعلا. في على فكره حتى لو انت عاملاها احلى يعني، اوقات كده بحس انه فاهمه، لا انا والله في حاجه هي دي اللي انا عايزاها. ايوه فانت ما تجوديش، انت لو جودتي لا انا عاوزه اللي انا انا عايزه اللي في دماغي، مش عايزه الاحلى اللي انت عاملاه على فكره. لا لا بس فعلا. انت بتشتغلي في دمياط بس ولا ممكن في محافظات تانية؟ لا لا، في المحافظات كتير يعني. انا شغلي كان اكتر برا دمياط، لان هي اوريدي دمياط يعني مكتفيه يعني، اللي هو يعني دمياط يعني انت فيكي شغل بس في كتير يعني، في معارض ما شاء الله كتير، في مصانع كتير، فاهماني؟ لكن برا لما بتعملي يعني الاعلانات والشغل والكلام ده في القاهره وفي زايد وفي الحتت اللي هي الجديده هنا، بيبقوا طالبين، مش شايفين يعني، مش شايفين قدامهم حتى اشكال كتير يعني. هو مختار من عندك خلاص، هو اوريدي خلاص طلب منك الاوردر فخلاص. لكن دمياط لما حد بيجي انت قدامك مساحات واسعه بقى يعني، عارفه اللي هو العين متعدده يعني عندك حاجات كتير، عندك حاجات منها كتير بالظبط. طب لو انت ما كنتيش مصممه اساس، او يعني ما كانش ده مجال شغلك، كنت تحبي تشتغلي ايه، او لاقيه نفسك في ايه تاني؟ كان لسه مذيعة. ايه ده فعلا؟ والله شفتوا والله لا بجد. لا بحب شغل الاذاعه كده والمذيعين كده، ويعني بحس ان هو كده جو حلو. لا والله يعني. طب يلا اتفضلي حضرتك مذيعه قولي لي بقى. وانا ضيفه، الضيفه على فكره بيبقى، عارفه الضيف ده بيبقى جميل جدا والله، مريح. ما عندوش حاجه. انا مذيعه يعني، ايه ده حلم اتحقق في ثواني كده. بنحقق الاحلام على طول. طب امسك الكيك كارد كده واسالك كده يعني، اقول لك ايه شفتي؟ طب انت يا ندى، لو ما كنتش مذيعه يعني، تحبي تبقي ايه انت يعني؟ ايه اللي كان برضو احلامك غير التقديم البرامج؟ بصي، هو انا الحقيقه يعني عمري في حياتي والله، ومش يعني بس من وانا صغيره وانا عايزه ابقى مذيعه يعني. كنت دايما اجيب ويعني دي بقى عارفه تريقه بقى، اللي هو عارفه ايد الهون بتاعت زمان دي، كنت بجيبها واعملها مايك وادور بقى على البيت عندي واحد واحد كده، اللي هو اعمل معاهم لقاءات بجد. فعمري ما تخيلت ان انا ممكن ابقى حاجه تانية يعني. اللي هو انت الكاركتر ده شايفاه في نفسك وخلاص. انا شغل الميديا عموما كله هو انا يعني، ما اعرفش اعمل حاجه تانية، ما اقدرش اشتغل حاجه تانية، برغم ان هو يعني متعب جدا ومرهق جدا فعلا. واوقات كتير بتحسي ان انت عليكي ضغط عصبي، ويعني مش هو طبعا شغل حلو ولطيف، بس كل مهنه ليها متعبها يعني. اكيد طبعا. فاوقات بتعب جدا وبحس بضغط عصبي جدا، بس خلاص ما اعرفش يعني اعمل حاجه تانية الحقيقه. طيب انت قولي لي، الفتره اللي جايه بتفكري تعملي ايه بقى في شغلك؟ يعني عايزه تطوري نفسك ازاي؟ انا عايزه اطور نفسي ان انا يعني عايزه اعمل ستور، نفسي يعني دايما بحلم ان انا اعمل ستور يكون خاص بيا، واعمل فيه الحاجات اللي انا حباها. كل حاجه انا حباها. انا عايزه اقول لك ان في حاجات من اللي انا بحبها لو انا مثلا عملتها ممكن يعني ما تشتغلش، سواقش صح يعني. لو مثلا تبقي عايز تعملي الوان كده مع بعض، الوان مترقعه، رسومات فانتازيا، انا بحب الاشكال الفانتازيا قوي في الصور وفي الطباعه والكلام ده. فاللي هو دايما يعني يقول لك ايه، اعملي الحاجه المطلوبه، او اعملي الحاجه اللي تبقى مرغوبه اللي هتمشي يعني، فاهمه ازاي؟ صح، انت ما تغامريش يعني. بس انا لا، انا نفسي بقى اغامر، نفسي اعمل ستور كده كبير اغامر فيه بكل
الافكار اللي عندي. بس على فكره هتلاقي لها ناس كتير، في ناس كتير قوي بتحب الحاجات المترقعه والمختلفه، مش دمياط بقى. يعني انا لما افكر في حاجه زي دي اللي هو انت هتفكري في حاجه تكون بره دمياط، اوكي، لان هو الشغل اللي هو الهادي الكلام ده اوكي. يعني انا عندي جاليري الحاجات اللي هي التقليديه يمكن. انا عندي جاليري في دمياط حاطه فيه الشغل اللي هو المطلوب، اللي هي الحاجات المطلوبه، الحاجات العاديه اللي هي الناس هتنزل تختارها، لكن الحاجات المترقعه دي زي ما انت بتقولي لها ناسها كده يعني. بس هتلاقي لها ناس كتير على فكره، ويعني انا واحده من الناس هبقى اول زبون عندك. جدا. الكرسي بتاع مارلين مونرو ده عبقري يعني، فانت امشي على اللاين ده. ايوه امشي على اللاين ده هتلاقي. لا هتلاقي. لو نفسي اعمل منه بقى يعني حاجات كامله، يعني مثلا نفسي اعمل اوضه نوم كامله، يعني نفسي حد يجي كده يقول لي بصي انا عايزك تعملي اوضه نوم كده مارلين مونرو مثلا بالورق الحائط بتاعها بالنجف يعني اللي هو انت اديني كده الباكج كله وقول لي ايه اتصرفي انت وانت يعني. بقى لا بس بجد يعني انا يعني فخوره بيكي جدا، ربنا يخليك، علشان انت اساسا يعني قررتي تعملي حاجه غير اصلا مجال دراستك، ودخلتي في مجال شغل كمان مش سهل، وابدعتي فيه، فمش بس كمان ماشيه على الموضوع اللي هو التقليدي والحاجات العاديه، لا انت شغلك كله مختلف ومميز بجد يعني. وتقدروا يا جماعه تتواصلوا مع نجله بقى على كل سواء على الفيسبوك او على الارقام او على السوشيال ميديا عموما، وتقولنا دمياط بقى يعني لازم يا جماعه تقولنا دمياط والله. اكيد. لا اكيد ان شاء الله هنعمل في ناس رحلة. كتير ما جاتش دمياط بيفكروا ان دمياط يعني اللي هي محافظه صغيره او ان هي يعني مش مدينه كامله او مدينه ترفيه. احنا عندنا مثل البر دي مدينه ترفيهيه سياحيه أوي. مش قادره اقول لك يعني عارفه، وفيها شغل جديد تطوير على طول، فتعالوا لنا دمياط يعني هتتبسطوا. لا اكيد ان شاء الله. انت نورتينا بجد يا نجله، كنت مبسوطه جدا ان انت موجوده معانا النهارده، وبجد يا جماعه يعني حبوا شغلكم واجتهدوا فيه، وكل ما تجتهد وتحب شغلك اكتر شغلك هيديك. اي نعم يعني الشغل بيبقى فيه متاعب وبيبقى فيه حاجات صعبه وبيبقى فيه اوقات بتعدي علينا بنحس ان احنا تعبنا من كل حاجه، بس الوقت الصعب ده بيقوينا اكتر وبيعلمنا حاجات اكتر، فنحاول دايما على قد ما نقدر نتعلم من الاوقات الصعبه ونجتهد ونوصل لكل احلامنا، ويعني ما نبصش ورانا، يعني خلينا دايما نبص قدامنا. انا كنت مبسوطه جدا النهارده معاكم، واكيد ان شاء الله هشوفكم في حلقات تانية كتير في الصالون.